بسم الله والحمد لله، ربنا قنا عذاب النار وعذاب الدنيا يا كريم، ليس العذاب بأمر يختار المؤمن أبدا. ورينا الآلام تكون روحية ولا عاطفية ولا عقلية ولا مادية ولا علائقية ولا اجتماعية ولا مالية، هي حصيلة أفعال العباد، لأن أغلبهم من الفساد، من الفاسقين الخارجين عن دين المولى، دين الآداب ودين الاعتدال في الأعمال وفي النفقات، والاعتدال في مواقفنا، لا نتطرف أبدا، فلا تطرف إلا في حب الله. هناك نأكل ونقول هم هم يا رب، أبعد عنا الغم، لأن قد منزيد حبا لك ربنا، كل ما زادت سعادتنا، ونحن لسنا بالواهمين، لأين الشيطان تعطله أنت حتى لا يفعل بنا الأفاعيل. ربنا زدنا من رضاك، وسدد خطانا إلى حيث مرضاتك. آمين يا كريم يا هادي يا معين يا معلم يا عزيز يا كريم.